Babe. هلا اصدقائي شلونكم؟ مثل ما تذكرون الفيديو اللي سويناه بالبدايه كانت الشقه مالتنا ما جاهزه، كان الحائط كله ابيض زين، فهسه حاليا بنحضر الوان الشقه بنصبغها. صبغنا هذا مثل ما تشوفون اللون الازرق اللي هو القاط الاول، اوكي، وراح نبدا بالقاط الثاني. بدي اسوي قاط ثاني للصبغ، وراها دا اسوي بس اشوفكم تشوفون هذا اللون، هذا وردي حاليا، لازم اسويه احمر غامق حتى اصبغ هذا الطابوق. خليني اشوفكم الطابوق، هذا الطابوق كليته راح اسويه لون احمر، احمر غامق مع ازرق غامق، اوكي، وراح اشوفكم شنو راح يصير. فابقوا ويانا. بخلي اللون الاسود على الوردي حتى يصير احمر غامق. هلا متابعينا شلونكم؟ طبعا مثل ما شفتوا فيديونا السابق انه احنا كنا مسوي لكم تصوير للشقه مالتنا شلون كانت. حاليا احنا تقريبا شبه انتهينا من الشقه، خليني اشوفكم انا شنو سويت. اول شيء هذا الحائط اللي وراي اللي تشوفوه هذا المطبخ، فلذلك مسوين جزء حجر، الباشا راح اخلي المطبخ راح يصير لون المطبخ اسود والحائط لونه ازرق. اي شنو ديفيد شنو تقول بابا؟ ايش يقول ديفيد؟ ايش يقول؟ ناسي حاليا ايش تسوي لتصبغ الحائط، شوفوا صبغها ايش قد حلو، شلون سويت لنا الحائط مالتنا حلو، باع 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 باع، شوف فيهم بيبي، وات يو ميك؟ هاو ماتش بيوتيفول؟ شوف باع ايش قد حلو. أنا حاليا ايش راح اسوي؟ بابا 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 بابا